هاي البيت تاخر. حجيه يا الله، وينك حجيه؟ تعاي تعاي، هذا البيت ما ترين اخطيه، المساكين قاعدين وضعيتهم تعبانه. تعاي اقول لك، سمعيني، هاي الملابس قسموها على 3 عوائل. تعاي الكم الكم، ايش فيك عيني؟ هاي ملابس جدد ما بيه شيء، هاي قسمون على 3 عوائل. سمعي شلونك حجيه، شلون صرتك؟ ها الله يشافيك وعافي. لا عاد خلي اطيش لحم، لحم هذا عندي. يلا هذني قسمين ما بين ايتام ام يوسف وما بين ايتام عباس، ما بينكم. اوك خلي اطيش لحم. هاي خلصنا عن الملابس. الله يرحم والديك حجي. ها يلا عيني، هاي هاي عيني، هاي لحم عائلتين، هاي هاي الكم وهاي بيت ايتام عباس. يلا عيني، يلا هلا بيكم، يلا في امان الله.